يا ماهر يا ماهر، حيلك حيلك، انت داخل كده كأنها وكالة من غير بواب. يا ست في ايه؟ بقولك ماهر صاحبي، الروح بالروح، يعني بيته بيتي مفيهاش حاجة. يعني يا ماهر بيتك ده ايه؟ ايه البيت بيت انا؟ طيب يا ست احنا ما قلناش حاجة، بيت بيتك وكل حاجة، وانا اضيف عندك هنا. قوليلي بس ماهر فين؟ ماهر مش هنا. ايوه مش هنا، فين يعني؟ ما اعرفش فين. لا بقول لك يا موتيتو الله يبارك لك، بس انا زي ما قلت لك عايزه في مصلحه مهمه، وبكلمه بقاله يومين غطسان مش عارفه الاقيه. طب وانا مالي؟ هو انا كنت وليه امره؟ طب بقول لك يا موتيتو، ماهر جاب لك عيل صغير هنا كده، سابهولك هنا مظبوط؟ ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه يا وليه. بقول لك انطقي، جاب لك عيل صغير هنا ولا لا؟ ايوه انس. انس بسم الله عليكي، فين بقى انس؟ ماهر جه خده ومشي. خده ومشي؟ خده ومشي راح فين يا داهية؟ بينهم مش راجعين هنا تاني، عشان قال لي يقفل الشقة ورجع البلد. يا وليه ما تحوريش وتكذب عليا الله يبارك لك. فين يا ام تيتو؟ راحوا فين يا داهية؟ والله ما اعرف. يا ام تيتو يا ام تيتو قولي لي، ما تخلينيش اتجنن عليك. الواد راح فين؟ ما اعرفش والله. خلاصي يا ام تيتو، ما تخليش اغلط عليك. انت يا وليه انت ما تستعبطيش، قومي. ام تيتو ام تيتو ام تيتو راح فين يا محمود؟ ده وقتنا عليك. وايه ده كمان؟ محمود يا ريت بقى تتكلم على طول. انت متهم بخطف ابنك انس من طليقتك الاستاذه حنان صالح عشان تساومها على مبلغ 1,000,000 جنيه، مظبوط؟ لا يا فندم مش مظبوط، وانا ما خطفتش ابني، مفيش حد في الدنيا، مفيش اب في الدنيا بيخطف ابنه. ماهر هو اللي عمل كده. ماهر مين؟ ماهر ده واحد صاحبي يا فندم، كان عارف عني كل حاجه، بس هي دي الحكايه. وانت مش عارف مخبي ابنك فين؟ يا فندم انا لا اعرف، كنت قلت لحضرتك، ما يا ريت كنت اعرف. الحكايه كلها ان ماهر عارف الخلافات اللي ما بيني وما بين مراتي، او اللي كانت مراتي، فحب يسومها وياخد منها فلوس، فخطف الولد ويلبس فيا انا التهمه. قتلت الست اللي كانت في الشقه ليه؟ يا فندم والله العظيم ثلاثه، بالله العظيم ثلاثه، ما كان قصدي. الحكايه كلها ان انا عرفت من اللي اسمه سيد ده اللي هو شريك ماهر، ان انا ابني مستخبي عند واحده اسمها ام تيتو، فروحت لها علشان انقذ ابني، عشان اشوف ابني فين. ما رضيتش تقول لي هو فين، كل اللي قالته لي ان هو ماهر خد الولد ومشي، ما رضيتش تقول لي حتى راحوا فين، من باب التهديد بس، من باب التهديد يا فندم. انا مسكت فيها فغصب عني والله العظيم، روحها طلعت في ايدي مش قصدي. ماشي يا محمود، عندك حاجه تانية عايز تقولها؟ يا فندم ابوس ايديكوا، ماهر لو عارف انه ممكن يقع في ايد البوليس ممكن يعمل حاجه في الولد، ابوس ايديكوا. مصطفى كمل اجراءات الضبط بتاعتك وحوله على النيابه بكره الصبح. تحت امرك يا فندم.